فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أولا بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فارض لونها تسر الناظرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة ذلول تسر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شاة فيها. قالوا الآن جئت بالحق عذابها وما كانوا يفعلون. إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إن قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوا وهم يعلمون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلقهم إلى بعدين قالوا أتفتشون من فتح الله عليكم ليحاجوكم لي إن ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من ليشتروا به ثمنا قليلا وإن لهم ما كتبت أيديهم وبين لهم كيف يكتبون. وقالوا لن نمثل النار إلا أياما معدودة. قل أتعتم إن الله أهنا ولن يخلف وعده أن تقولون الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة.